وأصحابه الكاملين المكملين الذين ما زالوا لأعلى كلمة الله غازين ومجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه في كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علم تتبيرا. صدق الله العظيم. خدای تعالی قرآن دا سورة اسراء دا بحث یهودیات کی بحث بو یهودی فسادیت کن لسر روی عرضی دجارا و پیرا خدای تعالی عز و جل هنکا مصلات سسری واند کی گو اوجی بواند چنه هلاکی اذا خدای بی ان احسنتون قال يهوديا اگر ون قنجيبك احسنتم لانفسكم ون قنجيج نفسا خرتك، وان اساتم اگر ون خرابيه بكن فلها جزاء يج نفسا ولا ني جزاء بكشيل. فاذا جاء وعد الاخره زمان جهات سوزا باشي يعني ما خدات انا بو دجارا جارات دعاء ليسوء وجوهكم وقتی وعدا خودی او سوزا خودی گفته با گون خرابی بکن فسادی بکن از ذهن کام مسلطی سسری و بکن گو پی بنا جزا کردن لیسو و وجوه کن جبر روی و پیس بی روی و رش بی روی و نخوش بی معلوم انسان وقتی گو از میشت بی عاجز بی در نیویت اتیخیا اید خدایت علا دبی از عذاب کی ولی بد موا گو در روی و رخ یاب کر روی و پیس بی وليدخلوا المسجد وقون داخل أزينك بشينم وداخل جامع بيت المقدس ببن كما دخلوه أول مرة بجاو جارا في شكتنا جامع شوطان دنا خراكرنا وأزي جارك ديهنك إنسان دي دي سولو بشينم وليتبرو جبوغو بيهرنا هلاكي بيهرنا عذاب دان ما علو تدبيرا ازی و گلکی غالب بکم، ازی قوت و گج بد موانا که، ازی و بلند بکم، ازی نسر هلاکا و بوابنا هلاکی. ای الاحسان و الاساءة کلاهما مختص بانفسکم. خدا دبی قنجی و خرابی هر دو جی خاص به نفس آورن. یعنی من قنجی جی بکن من بخود کن، من خرابی جی بکن من بخود کن. لا يتعدى النفع والضرر الى غيركم. در بحث نابي نمنفعته ونزرره ببال غيري وبا. يعني قنجيه وبيجي جبريا خرابيه وجه جبريا اف قنجيه وخرابيه وناشي بالتسيبه. شكل وعن علي رضي الله عنه حزتي علي هاتي الروايه الكريم راضي الله خدا لسدي بما احسنت الى احد ولا اسات اليه. دبي ما أحسنت إلى أحد من قنجي نكر يبال يكيبا ولا أسأت إليه من خرابي جبال بنكيا يعني من قنجي كلمة مشخرة كليا من خرابي جي كلمة من زرار ضايا من خرابي بخطيا يعني أبقو تنا حزتي علي دبي دليل وقنجي إنسان وخرابي إنسان جي نفسه يري دبي وقت من قنجي جبال يكيبا نكيبي أو قنجي بخطيا من خرابي جي كربي من او خرابي فكريا وتلاها وأب آيتها خذيا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فإذا جاء وعد الآخرة خدات بزمانك وأب وعد المرة الآخرة أب جرى قاشيه بعثناه أمهنك بشين ليسوء وجوهكم الجوية روي وبي بيس بي يعني وبدنا بنا هلاكي وبيس بكن ومحزون بكن وبخلا طنقايدا أب حزيفة أب بعثناهم شوية حسبي لدلالة ذكره أولا عليه جبقوا بيشي بحساوي هاتيا كلن ذكراويناكي أب بعثناهما بيدري جبقوا شوية حسبي ومعنى ليسوء وجوهكم معنى في آيتها ليجعلوها جبوغو أن بقرين بادية
şükere asarun mesaati vel kabeti. Eseri ve pisiti ve azabi ve nebaşi en fiha dırvi ve da ambidna ditin. Zahir bükel. Ka kavlihi ve kuvve ayetaha Kur'an'ı bu ve pisiti dırvi ve da tekriya kerim. Siyat ucuhu lezine kafaru. Dibi pis bu vecihi ve insani kafir vakti çağır azabi khudet kim roja kıyameti. ليجعلوها جدي سمعنا بك خير اخوش بدا ادي ليجعلوها خداي تعالى بي عذاب هلاك في جاد وعذاب مثلا باشي دشيت غريني باديه يعني في نباشي ليجعلوها خداي بيت غريني باديه ظاهر منين اثار المساء سيدنا ليجعلوها جبوك او بغرينن يعني او عبد امبشينن او بغرينن ها او يقول ام بسروان دت شينن وام بسروان بلندكن وام جوجو قوتي الدنوا قولوا اه ام جبونا ليجعلوها ام او بغرينن ها ريوه باديتان وزا ظاهرتان كو ظاهر من اثار المسائل والكابل فيها يعني اثري معزونيته اثري نباشي اثري يعني انسان كي لدي وقت كبه تنقاسي روي ورشت به ترشت به بيس يعني وقت انسانك دردي ويهبي ولايف سردتي جهد دروي ويدا تيخ ياكرن يعني اي بي فلان كسو ايرو معدي وزهنا خشبو يعني عينو س يعني معنى بو مثلا نخشي بسردهاتيا كقوله وكو فيها سيئة وجوه الذين كفروا وفا أبايتي ومسد بوجه إنسان كافر رجاء قيامته وجاب العذاب خديت كن بيست بي وقرئ وهاتي خندنجي ليسوء فيش بيجي هاتي خندن وخد ليسوء ده قراءة مدى ليسوء بفتحيجي هاتي خندن والضمير لله عز وجل إنك ضمير أوي راجع بار خدا بيا أو للوعد يا بار مي وعدا قو خدي دايا أو للبعث يا بار نوش يعني يعني ضمير ما هرسي كابجي تير راجع كرن شيد بي الآبار الآن تدعبتك ولنسوء بالنوني وبنونيجي هاتي خداد بأمي بشيين وفي قراءة علي رضي الله عنه قراءة حضرت علي دراز من الخضالبي وتيلا لسوءنا ولا يسوءنا يعني بنونيجي خنديا و بيائيجي خنديا وقرئ وهاتيا خنديجي لنسوءن لنسوءن بالنون الخفيفة يعني بالنون الخفيفة هاتيا خندن اف قراءتي هيا واللام لام ليدخلوا في ليدخلوا اب لامد ليدخلوا دا على هذا لقولي في قراءتها متعلق بمحذوف متعلق بشبيا بمحذوف كفعل كقول شو يحصل وهو وبعثناهم ليدخلوا ماشي عندنا او ناكي جبوقوا ليدخلوا بكبنا جامدة إنك متعلق بشبايا أفلا ما ويناك متعلق بعسنا بيا ولنسوء أن جواب إذا جاء وعد الآخرة أو جي لما جواب ويناك يا إزايا ما علو التركيب أخذ مفعول ليتبروا مفعول بيا أي ليهلكوا جبوغ خداد بين ببن هلاك كل شيء يعني أبيغو أمدشيينن أما غالبية الدنوا أموا بلند كن ليهلكوا جبوا ببن هلاك كل شيء هر تشتي غلبوه واللسري غالبونا واستولع عليه واللسري مظفر بونا سر بلند بونا أو بمعنى مدة علوهم يعني قفا مصدرة مثلا مدة علو مدة يقو بسرويتشتنا يعني غالب سرويتشتنا سروان يعني خداي تعالى قوته جوج دايوان جبو هلاكي جبو مثلا طنقاي اوان جبو قوم معدي ونخش ببي خداي تعالى عز وجل هد بهتاق وهولو بن وغالبي سروابن انا وصي دائما
بيش ازلام تمام مثلا ليتبروا ما علوا تتبيرا يعني او تتبيرا شو اوكا مفعول مطلقة يعني ليهلكوا هلاكا اجا ليهلكوا شو بكون من هلاكي ما علوا ما يستولوا عليه او ما علوا مفعول به وشغل يعني تشتي كفانا اجمان السري ويتبد من هلاكي السري حاكم بن ابي معنى كي معنى هذا الديار ليتبروا ما او شغل ما مصدريه او ما علو تك تاويله مصدري يعني مده علوه مجا مده اجمان تيا خدا مده كو او اجمان بالسري دبني حاكميه طوان ده مده تحكم ما السري مده مزن بن او ابي معنى هنا كده خلاص خلاص عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا عسى ربكم محقق ربي وأن يرحمكم ويرحم الوبكي وإن عدتم أجر ونفجرنا بالخرابية خفا بل بأمري وجنهفا عدنا خدا بأمجي فجرن أمي وبنع أذابي وجعلنا جهنم خدا بمجران دي جهنم للكافرين اش كافر را حصيرا مخستي زندان وحبس جوارا عسى ربكم ان يرحمكم بعد المرة الثانية في الشجارة دوا ان تبتم توبة اخرى اگر توبة بكن توبة كديتين قاشي وانزجرتم عن المعاصي وان من عاخو بكن شكونها بامرية عصيانية وان عدتم مرة ثالثة إجا أجر ونجارا سسيا فجر نجار كدي عدنا إلى عقوبتكم قدت بأمجي أمي فجر أمي وبدنا فالعذاب فقي عذاب الدواء خاطر شهرية قاطر تشكي بساطر ليشين عدنا إلى عقوبتكم خدات بي أجر ونفجر نبال عصيانية وقلناها وبظلمي با امجي امي جارك دي فكرن كو ام وبدنا عذاب لبي وقد عادوا واو بني اسرائيل فكريا البال عصيانيه ما عاد الله اليهم النقمه خدايت على جارك دي فكرات سرواناك بل وابا لتثبيت الاكاسره ومسلط كرنا والمسلط وضرب الاتاوه عليهم وقو علي خص جراندنا خراج للسرواناك هو خراج يعني شبر زبون كذب الحكم دا وحاكمية دا وقو زمان في خبري ما عليه الصلاة والسلام وجزية جواستان وعن الحسن حسن البصري هات يا رواية كرفة دا بيعادوا الإسرائيلي بني إسرائيلي فقريان بال عصياني وقلناها با فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ودا حزت محمد عليه السلام شيئا فهم يعطون الجزية وإسرائيلية بني إسرائيلية الجزية خراج الدم عن يد دستهم صاغرون بدست خطا مليون وبيس ورزيد مرمى الجزية علامتي قلسيتية علامتي كيميتية كيمانتية يعني كوبا او انسان مزناطية وقبول دكن وجوارا كامل وعن قتادتا اش قتادا هاتي رواد اخدا جراضي بي دبي ثم كان اخر ذلك دبي بين باشيا بيا باش ان بعث الله عليهم هذا الحي وقت ابو فقران كتنا عصيانيو بي امريا خديدا ان بعث الله عليهم هذا الحي من العرب خدي اف قبيلة عربة بسرواد الشيام فهم منهم في عذاب إلى يوم القيامة فهم الإسرائيلي منهم جباب قبيلة عربة في عذاب ويد عذاب دبن إلى يوم القيامة حتى رجع قيامتي حصيرا يعني محبسا يعني جهنم جوارا حبسا يقال للسجن حصيرا زندان رتيقوت محصر وحصير أظهر جهاتنا بمعنى سجن بمعنى زندان وعن الحسن بساطا كما يبسط الحصير المرمول
بساتن براس كرنا كولو كما يبسطو الحصير المرمور بيتشاوا حصيرا جهاتي حيكرن ولو تي راخصن تي او كرن بويش في خدي وا جهنم ده راس دراخي ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما خدا بان هذا القران محقق اف قرانا بمج حضرت محمد عليه السلام رشيان ديا يهدي هدايت كي للتي بالويريا هي اقوى ان يا قوي ان يا راس ان يا باش ويبشر المؤمنين ومزقينية دم منا الذين يعملون الصالحات أو مؤمني جو عملي صالح دكن عملي خنش دكن أن لهم محقق هاي جبا مؤمني جو عملي صالح دكن أجرا كبيرا خيرك مظن مكافاتك مظن وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ومحقق أوي بو باوريا واب آخرتي تنيا أعتدنا لهم عذابا أليما خديت بمحازر كلية جوارجي عذابك بو رجع قيامتي إيشي بدي جاني وا دبي عذاب أليم أوا بو رجع قيامتي آقر بكافرة دكبي إدارة ناكي أو شكايتك دبي يا ربي أجدر دي بهاو إدارة دكم خدا دبي أوي بو باوريا واب آخرتي نينجي اعتدنا محازر كيريا له جوارا عذابا أليما عذابا كيبو إيشي بدي جانيوان للتي هي أقوى للحالة التي هي أقوى الحالات وأسدها يعني خداد بالقرآن هدايتك بعد أن يا قوي يعني للحالة التي جوي حالي وهي أقوى الحالات أن حالي قوة لي وأسدها أن إيش داني أن يزخ أمي وابخنا أن حالتي قوت لي أن حالتي جدايدة سديد بمعنى سيدها الصواب نين الراس وأسدها جداندن والله ما تقول قيم معنى راستية يعني لا لا معنى راستية راستية معنى أقوم أقوم أنا أصوب أسد لا لا السديد سديد أقوم وكيري وأسدها سديد معنى شيء السديد معنى راستية أري معناه إيش ده صواب الصواب أصوب دقيق سديد زودا مذاكر يا اللغة الحديثة در باسته يعني أويجون 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 خفدو بيش دين السيدة نعم معنا يا عبد الكريم بني سديد يعني أويجون يرندا إصابتلي مناسب تمام ها بني كريم كذرا أني يا مناسب تمام أصوب أو ملتي يعني أن أقوم حالة للملتي جي إنسان أرى يعني قملت ولارك خداية على وأودكي أو للطريقة يعني أقوم قوريا وأيتما قدرت كي جانجبا تقدير بكي تبي باب ملتا يا ريا لم تجد مع الإثبات ذوق البلاغة الذي تجده مع الحسف سيدة تو ملت شو معنى كر ملت تقول شو تمعنى يعني خدات على تبي أمين ملتي هدايتك ملت معنى دين دين معنى دين دينة تمام شو ندفردها خدات على تبي إيجو مثلا وهداية بكن سيدة معنى عبد الكريم أرجعك شتبك مازولان مثلا حالتي للحالتي دبي حالتي مقدرتك ها اقوى من حالاتي او للملتي يا ملتي يا طريق سيحبا مقدرتك ايوان هرسيا هرسي جي موصوفا صفتي وان للتي بني يعني للحالة التي يا للملتي ملت يا طبي ملت معنى الدين يعني دقيقة يا ظلام أظلام أنت مثلاً أنا قادري أزبيجمكم كي مشت تمام
دحب هم رنابه للملة التي يا للطريقة التي أب هرس موصوفة جي دبي يك يك دبي أم تقدير بكين التي صفتك تجيوي إجازة نخشري دبي وان موصوفة سبب كنانية دن آني ندا دها بلاغتها كو هبيا كو أو موصوف بانيا بقوطة مثلا للحالة التي هي أقوم يا للملة التي هي أقوم يا للطريقة التي هي أقوم أبي بلاغتي درنت كد ميداني شما جي أبي أنا بيجي لما في إبهام الموصوف من حسب أدوم كرم يا زمان تمام كرم بلي وأي ما قدرت تكشيش عن إجواناكي يعني للحالة يا للملة يا للطريقة لم تجد مع الإثبات ذوق البلاغة يعني وقت قلت فاناكي مثلا زي بجم تقدير بكي تنابيني وقت قلت بيني ذوق البلاغة الذي ذوق وبلاغته تجده مع الحسف وقت قلت ببي حسفي توي بلاغته نابيني يعني وقت هري حسفي دها بليغة لما في إبهام الموصوف بحسبه جبوغو هيا مبهمبونا موصوفي دا وموصوفي ما مبهما نبليا بحسفه بحسفا هناكي جبوغو نبليا من فخامة تفقد مع إضاحه جوي فخامتا يعني عظامتا حلاوة من فخامة وصفة ألو أزولان أزولان أزبج مدقيك أزولان متن يعني لما في إبهام الموصوفي وأما مثلا حالتي ملتي طريقي أمنا مبهم أمنا من حسفه بحسفه مبهم دبه آتي ده هي من فخامتي جعظمتي جقول كمتيكي هي تفقد مع إيضاحي وقتك كنت تذكر بكرا وقتك تذكر بكرا أو تشو أو 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 جقول كمتي أو فخامة تشو آي جرب يا عالم جبونا وين فخامتي دي إبهام ده هي أبانا يعني نانية من فخامة جوي مزناتية تفقد بوي بتشوانا مع إيضاحه وقتك كو أو ناس ظاهر ببانا أو هتبانا ذكر كده مالي وقريا ويبشرو هذه ويبشروا ويبشروا بالتخفيف بشكل جهات يخندن فإن قلت كيف ذكر المؤمنين الأبرار والكفار لبي أقرت ببيجي شاوة خذي بحثا مؤمني قنج والكفار وبحثا كافراجي كر هما ولم يذكر الفسقة خذي بحثا فاسقا نكر بحثا منافقا نكر قلت لبي أزي ببيجم كان الناس حينئذٍ هب إنسان ويوعدي إما مؤمن تقي يا مؤمنك إيش قد يترسبو وإما مشرك يا مشرك أبهردو قسمبول جبو في دورا مكهدا أبهردو قسمبول قد يبحث هردو كاكر وإنما حدث أصحاب المنزلة بين المنزلتين بعد ذلك معلومة قرام مذهب بيناكي قد بإنسان فاسق نتشنا جنة نتشنا جهنمي أود ببيلة شيبونا وإنما حدث أصحاب المنزلة بين المنزلتين أو جوجي ونبات جيادية بعد ذلك فيشتي في يعني الدورة مدينة شيبونا جبوا يكي خذ بحثا نكريا بحثا من قنج كريا بحثا مشركا كريا شنو كوي بعدي يا إنسان من متقيبو يا جي مشركو فإن قلت على ما عطف وأن الذين لا يؤمنون وأن الذين توي في آياتها تعطف بسرشبتك قلت دبازي ببجم على أن لهم أجرا كبيرا أويقو إيمان تينين عمل صالح دكين خدات بي وأن على أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون عطف بسر بالفيا على معنى هنجي معنى هالو تشيد بي واختب وأن الذين لا يؤمنون عطف بسر على أن لهم أجرا كبيرا بيا أنه بشر المؤمنين ببشارتين اثنتين خداي تعالى أنه خدا بشر المؤمنين مزجين دائم مؤمنا ببشارتين اثنتين بدي مزجينيا دجارة شو دجارة بسوابهم قوتي وأن لهم أجرا كبيرا وبعقاب أعدائهم وقجنيار واجه عذابك أليم هيا أخداي تعالى بدمزجينيا دتش دمزجيني دانوا
Seyda. Bu mukafata mazına yek jeji azabe go khode den yare mu'mina. Seyda. Ez olan. Ve yubashirul mu'minine ellezine ya'malu salihat mizgine bdava enne lehum ecren kebira ve yubashirul mu'minine enne lezine la yu'mine bil ahireti a'tadana azaben elimine. Amine ve çedba. Yani dicara mizgine din mu'mina. Yek jamuan rabbi. Yani ezvan mukafata kamazına ye o kutu beji ne ya evi imanı bu kudeyin aynı ku ne yare ve ne mi azab gibi dur onu evci mizgine jamuana. Böyle mizgini yapışı ve Kuda diyor an, ala anne lüm ecren kebira. Ve mizgini yadudu ve Kuda Teala Azze ve Celle ve a'tedna lehum azaben alim. Ve enne lezine la yu'minne bil ahireti a'tedna lehum azaben alim. Yani mesela sona ve naki ve Kuda Teala temecne yare ve reji azabaki alim hazır kiri evci mizgini yeşbu minare. Melek, kerem ki. Ve yecüzü en yurada و درست دو ورق اسکرین و یخبرو بأن الذين لا يؤمنون معذبون. يعني قاعد و یخبرو ور اخبار کرین بأن الذين لا يؤمنون هذه قو ایمان ناین معذبون. او جی ورنه چه ورنه عذاب دار. اجازه از اون. يعني بله. تو زاری ویا جات بیشی. ویا یا عطر کیف سجی کی دو؟ کوی عطر کیف سجی کوش تا بیشم. يعني دبر ده عطفت كيف بسر يهدي بها عطفت كيف بسر يهدي بها فعلك بمقدرتك إن هذا القرآن شباب يهدي بلب يهدي للتي يقوم إن هذا القرآن يخبر إن هذا القرآن يخبر بأن الذين لا يؤمنون معذبون فعلك بمقدرتك بني هفالك ميكروفون هاي ذكرية دكوخ قخم وينين جرا فز جلنا. سيام دنكم لا دنكم بعد ترى. نقوله أزام. يعني أو إيجاد ويدر ده أزولام. يعني أب وأن الذين لا يؤمنون عطوا بسر يهدي بايا عطوا بسر يهدي بايا فيلا كوي مقدر تكاوك أو جي يخبروا. ما يخبروا. تمام. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. سيدا نبص. ويدعو الإنسان بالشر. سيدا. تو زانی، بازی ورژه بخوینه، تو زانی، تمام، دام، تمام بش و یدعو الانسان بالشر دعا دکه انسان بالشر بنباشی نفر دعاءه بالخیر چاو دعا دکه بخیره عین دعا دکه جی بنفر و کان الانسان عجولا و هنا انسان جی عجل جینا یعنی تدینک انسان اغلب انسانی احمق مثلا به فلان توش گونه حالا به خودی کره مش مبستنی فلان توش نه حالا به خودی بلا خوب دیمن یا گو از نه حالا بم یا ربی تم به هلاکی یا گو از نه حالا بم یا ربی تش آسمان کبر بسر بده بشینی بس بی شکلی ها چاو انسان دعاد که خیره عینی ولو دعاد که بشریجی و کان الانسان عجولا وإنسان دي فيتش تي خد جي عجلة جي أي ويدعو الله عند غضبه بالشر دعاد كيش خدا أب إنسان عند غضبه وقت يقول قحري بالشر بالنباشية دعاد كيش خدا على نفسه وأهله وماله لسر نفس أخوة لسر أهل أخوة ولسر مال أخوة يعني نفرار خدكي يا ربي تبلا خبدي من جوزنا علومة تم بكوجي يا تقرأ مش مبسطيني يا تمالي ما ببي هلاكي كما يدعوه بشوى إنسان دعاد كيش خدا له جبارة بالخير شوى إنسان دعاد كي يا ربي تقرأ كبدي من يا ربي تقرأ مبقرين صالح يا ربي تمالكي و از پید ریاتا دا خنجو خیراب کم تبدا یا ربی تا اهلی مبگرینی باش بچاو ویشکلی جی دعاش خودید کی که قولی هی سیده هلی لهم او راجع بال اهلی با یا الو او لهم راجع بال اهلی با بکا هیچ خواه راجع بال تبا با یا تمام چاو بشری علی نفسی هی و اهلی و تمام عینو سر راست تمام تمام
كقوله وقو في قوتنا خدا وخدا تعالى سورة يونس ده هذا يزده هذا بولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير اگر قو عجل بك خداش انسان را وين باشيا قو او طلبا عجلت كن وقو خيري وقو چوا دعا خيري خدي زو قبول دكي قو يا خرابي جي خدي زو قبول بكي يعني وقو انسان ولو عجل جيا دخوازي عيني خرا يا خرابي جي يا نباشي جي ولا او زو قبول بي وكان الانسان عجولا يعني يتسرع الى طلب كل ما يقع في قلبه ويخطر بباله عجلتك الى طلب ببال طلب كل ما يقع في قلبك قاتش تقول كيف قلبي بدا ويخطر بباله وخطر بخطر لسر قلبي بنا لا يتأنى فيه تيدا تاخيرتين من شيناك تأني المتبصر وكو ديتنا ويقو بيشيا خد بيني اويقو بصيرتا ويهيا اويقو صبرت كشيني واهل بصيرتيا يعني اهل مثلا زي بجم بحقية دي بيني يعني صبري ناكي وكو بيناكي يعني تأني ما يعني تمكين وصا بعجلة وصا سباب بينا فرق تأخير كرد بينا فرق وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى سودة بنت زمعة أسيرا پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام خاطر بأنه پیغمبر دفع إلى سودة بنت زمعة دعايا دياما سودة أسيرا يكي أسير رابوية تسليم دياما سودة كريا فأقبل يئن بالليل برابو فينا بري خدا بالشب ولو خباش فدهش هديكا فقالت له ما لك تئن سيدا وشو يشتتو سيدا يا ظلام يئنو يئنو صاد النعالية زي ما نانا ولو خدنا خوتيشان واو علي ها ولو خباسي فتكر والا يئنو جمشتن نعالة عندن بو رينا لاندن يعني ولو باسيف كرين ولو خوش شبرزت كر يعني حتى او الصور البي بغسطية نظام نانا تغانج الدوامة دوامة حديث اشتي فعمي يعني او جي قيد ميدا وصاد قوتية جاني ميدا بيقى وات بيشي ماني نوام تكاز اقبل انو بالليلي ببري خدا آلي دياما سودابا ولو خوش شبرزو باسيف كر ونالي نارخو ايشان فقالت له دياما سودة جيرا قوت ما لك تئنو چبو يشتو لو خوشا برزان ونا لنالد كي فشكا ألم القد دي قو أف قريدانا قو تزقر داما جي قاريشي جي ويناكي تيشي فأرخت نايبو دياما نانية تبهاتا برينة شما ايه دنگه تا تا برينه دنگه من تلفون كات ما تا قفات كر اولو شي تمام بله فارخت من كتابه دبي او قاريشا قلنا ملي ويناكي گريداي بو فكر فلما نامت وقتي گوديا ما سودا سيدا نكو فكر يا فارخت سست كريا سست مين من كتابه جي گرمل كويدا سست كريا نام ملي وينا اني ملي فيو لو بيفا كريداي بنوكو تدي باي غو بي حيوانات خلص نام لي واندا خنا حفصار لو وكو حفصو فيديو تبي اف بي كريدام نورمال جبو غو نكار بي او بي باز دي فلما نامت واختي دياما سودا رازا اخرج يده وهرب دست خوج نابا بي قريش درخز ورفيا فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم دعا به دبی وقت گو بو صبح پیغمبر ما غازی کر گو کاوی کولی و اسلام اسیدی بین سیدا ما آجیدن دولای اینلنمک هلو سزلما پاسیف کر نه نه نعلیه نعلیه یا اینلنمش بیا بل فا اعلم بشانه دبی ها تزانیم بحالی ویگو لبای چبویا بوار رفيها يا
يعني قوما شخص كريا قريشا ويناك وفلتيا دزه هو يعني في غمر رهات قوتن وصاد تع وكن هذا خبر دار كرن بحالي يعني بيت أنا زاني بلي من فقال صلى الله اللهم اقطع يديها ويا ربي تهرد دستي سودة جيكي فرفعت سودته يديها ويجي هرد دستي خوب اللي نتكرن تتوقع الإجابة قو آمين قو دستي مجيب بلي ما كما من لوكر وان يقطع الله يديها وقو خدي دستي ويجيكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خنبري ما عليه الصلاة والسلام قلت قو اني سألت الله ان يجعل لعنتي ودعائي على من لا يستحق من اهلي رحمة قو اني سألت الله من سؤال كش خدا ان يجعل قو بقري لعنتي يعني لعنتي ودعائي ونفرة من على من لا يستحق إيقو نمستحق من أهلي رحمة أهلي إيقو نمستحق رحمنا مقو يعني لعنت ونفر الوابي تمام ما أفستواش خذيك إياه لأني بشر شنكو أجي إنسانا أغضب كما يغضب البشر شاوى إنسان قحر أجي قحر فلترد سودته يديها بعد دستخو فقريني يعني قو دستخو بلنت كربو ويجي دعات كلكو آمين ويجوز أن يري أن يريد بالإنسان الكافرة ودرستا قو دفردا ويدعو الإنسانو مقصد به إنساني كافرة وأنه يدعو بالعذاب استهزاء ويستعجل به وأنه أب إنساني كافر يدعو بالعذاب دعات كيب عذاب استهزاء يعني باورنا التنازي خذك ويستعجلوا به وبعجلتك يعني باورناك دمكان او عذابي بود بيجن دكابر او عذاب سر مدوري فروري كما يدعو بالخير اذا مسته الشده بيتشاوى دعاء خيريدك وقت بو الطنقائي بسردتي شاوى وقت كبي الطنقائي دا عجلتك دعاء خيريدك وقت كبي الطنقائي يعني دعذاب دخوازي لتنازي خو حنكي خو بوي عجلة بنيتكي وكان الإنسان عجولة إنسان عجلجية يعني أن العذاب آتيه لا محالة وعذاب وريب سردا نممكنا قونوي فما هذا الاستعجال نخوف تشاجة لكرنا وعذاب وري بر مراق نكي وعذاب وري نممكنا بسردا وري وعن ابن عباس رضي الله عنهما جاء عبد الله كرة عباس رازمنا خدا الوابي قوتيه هو النضر بن الحارس أب يعني آيات در حقي نضر كرة حارس تهاتيه قال قوتيه اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء قوتيه يا ربي إن كان هذا أقر أباها ناك هو الحق أم محمد عليه السلام حق بي بيخنبر بيشترف تببي تج آسيمانا بكبرا بسر مدى بشينا سورة أنفال آيات سيود دعاء فأجيب له أب دعاوي قبول بويا فضربت عنقه صبرا دبرابو يستوي ويناكي يعني هدي هدي يقول بندر كشتني سكنين وحبسكن ولو استوي ويناكي برينا جيكرنا هاتي جيكرنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين خدای جو تو راضی به خدای خیره و تو راضی به همان دیدن هست خودت چی بجو کرم خدای جو راضی به خدای خیره و قبول کرم حدیث اسنه و این زانه فدا فضربت عنقه صبرا بله یعنی ویدانه بکلمش کرنه حتی کس رایا اذا حبس عن القتل حتى قتل تمام تمام سلام يا 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 يعني أب سيدة دلالة دكي قو پیغمبر بشر بويا بشري أزولان بني بشري أو بشر هي
Yani beşere ki kuvvete gayelane şu kontrola kuderi. Yani jumura grant ya ne zanım yani. Dedi carna ve mesela bir kenello. Esene de yine zanım ama jumura adem adem hakkı peygamber da ya okey yani. سندوي جيدة بجا روينا عن البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر فأيما الرجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فأجعلها له صلاة وزكاة وقربة وزاد أحمد تقربه بها يوم القيامة أتشكي جورا بجم اذي حديثي في انصرم لهنك لعنته كريه في حديثي جبونا لعنته في امر سروان راكن ويدرمان ونجي لأوكا ويقنترول بكن يعني وانتقاط بكن انا انسانك نورمال اولغون انسانك اولغون وقت عاجز بيش قنترول اخو درناه يا راست اب حديث قنترول اخو درناه يا پیغمبر كوش قنترول اخو دري او چراك جلدكي مگو اف گوتنته جی دا یکی نبی خدا معصوم او عصمت سپوده بعد بن قطرله خدا دا به او چوا وی اوسا پیغمبر دی دا عالی غضب دا حدیث گدن دا تفرید تنگای دا ژ حقی شاش در نگم نه چوا حاشا امیا جمرا گرانه والله او گلی یا مشی جن انسان ما گلی حدیث آیات از مخالفه اف گوتن اف گوتن گلی اتشکیدش ورا بیجم اف حدیث اویدرما وی جبونا هنكي إنسانا درخن تميز البيغمبر عبتنا بطالغة يا أينن أو احتمال هيا نبي حاشو كرو ولا وصيو أطارة طارة لبني رو مني أو احتمال هيا دقة كي بسبسة بيغمبر جيري كي كربة تمام و بيغمبر لعنة الكياني با جيرا دبا زكاة دبا مكافات أبي بيغمبر جيري وانا كربة أو كمان أو لآزي مانا أو بوشمام وقال بيغمبر جيري وان كرج ايه ده فكي فايما رجل المسلم سبيته كا پیغمبر جيري كي كريه شو پیغمبر جيرا كريه او لعنته حاشا پیغمبر ابي لعنته اسنات بشاد بس لعنته ده فكي پیغمبر لعنته ابي كلي انيه او ابي كلي نانيه اي كلي انيه رجل به زكاه و قربه و نيست كه بال خودي با اي كلي نانيه او دور دمينه ها او جبت فضل محروم دمينه دينه كي ويسوش كي كريه كو پیغمبر جيري وينه كريه لعنت لعنة بسبب سوجة ما تجمد كرول من منعف كريم اتشش تظن يعني پیغمبر جيري يكي كريا لعنة الانية يا جلتو ياوي او كريا امجن حد دايا او يا دبا زكاة وقربة الى الله ايه كو پیغمبر جيري وينا كريا لعنة الانية او كنا كريا او جبه فضل محرومة او نيزي خده نابا اتشاش الله أبي حديث صادق خير أبي حديث أرشد مش كده تمام خديش ورا أبي أبرا تفكر بكن تفكر سر وقت أو بر على شنو جب مظن بكن أبي تشتكي بر الجنجة كو خديش ورا راضي به يعني إنسان بينشلي كو أجر بان تشتكر بكن جبوي هني كي إنسان درخن بياسي درخن تميزه پیغمبر عبادنا بدار غيا يعني پیغمبر حاشا جو كنترول قدرتي تمام بشرع عاجز دبا بيانسرم اما بيانسرم اصلا جا حقي در ناكبة ناش حقي در ناكت يا مني اتشكيل جوانا بشم از ارناكي بدن كو بيغمش كنترولا قدر ناي مني بيغمبر عليه الصلاة والسلام وقتكو الشبكي لما لحدث عايشة بيا امو سلامة بيا نظام بيلك ويادن بيا رابيش بيغمش سلام رشيفة داية جارية قشان ديا نوصا شان دیه حضرت عایشه و فراق و شکان دیه او دای دسته گوتی هرن ریتیه پیغمبر سلام پی حسیه آجز بیه و سار روی و ترش بیه حسی عایشه دوی من او کریه که او لعنت المبینه پیغمبر سلام را گوتیه از او سار سغل میشه تدویم که تو تشکیل حقیم دانه بید پیغمبر سلام گوتیه نا ساده جه عینی فراقه وی عینی خورنه وی تشکه تمام يعني پیغمبر اسلام شما اوی جو کنترولا قدری انسان کوش کنترولا قدری چواد به پیغمبر من خودش ورا زیبه
احمد دي بابتا ما